حبايبي عاملين ايه؟ واهلا بيك. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الشيش طابور بطريقه سهله وبسيطه، يا رب تنال اعجابكم. طبعا جايه من شغل تعبانه مش قادره تعملي اكل، لا نعمل اكل سهل وسريع ويعدي كمان من جوزي ان شاء الله باذن الله بطريقه سهله. كل اللي هنحتاجه، هنحتاج مع بعض معلقه من المستردة، معلقه من الصلصه، ملح، بهارات فراخ، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. دي بالنسبه للتوابل. هنحتاج كمان لمعلقه من الخل، وفنجان صغير من الزيت، وزبادي، او عايزه تحطي ليمون رايب مفيش مشكله، عايزه تحطي لبن براحتك خالص اللي انت عايزاه. هنحتاج طبعا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، هنحتاج لطماطم طبعا وبصل، وهنقطعه مربعات مع بعض. وهنحتاج كمان الاستيكس. اول حاجه هنعملها اللي احنا هنفضي الزبادي، هنحط على الزبادي كوبايه الزيت اللي هي الفنجان الصغير، وعليه الخل، وعليه المستردة، وبعد كده الصلصة. بعد الصلصة هنحط الفلفل الاسود والملح، بعد كده الثوم الباودر والبصل الباودر، بعد الثوم الباودر والبصل الباودر هننزل بهارات الفراخ ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما ينسجم مع بعض. وبعد ما خلطنا الخليط مع بعض ننزل الفراخ الشيش طاووق. الاحلى بتبقى اوراك الفراخ اللي احنا عملناها في الخلطه. وبعد ما حطينا الفراخ في التتبيله هنحطها في الثلاجه يا حبذا لمده يوم كده ولا حاجه في الثلاجه عشان تشرب من التوابل بتاعتها ويبقى طعمها حلو. اهم حاجه ان احنا نغلفها كويس قبل ما ندخلها الثلاجه. بعد ما تبلنا الفراخ زي ما انتم شايفين وقعدت في الثلاجه يعني حوالي يوم، نبدا بقى الايه من يعني من بالليل كده للصبح هنبدا بقى نعمل الخطوه اللي بعديها. هناخد الفراخ دي نفضيها في طبق كده، نفضيها في طبق بالراحه، ننزل معاها البصل والفلفل الالوان مع الفراخ المتبله دي عشان خاطر ان البصل والحاجات دي لما تتحط مع الفراخ والتتبيله دي هتشرب من الايه من التتبيله فهيبقى طعمها اغنى واحلى. نحطها كده معاهم اهو. قلبنا الفراخ مع الخضار الفلفل الالوان والبصل والطماطم وكله، وحطيناه مع الايه حطيناهم مع بعض يشربوا لمده حوالي 10 دقائق. وبعد كده نرجع بقى نحطها في الايه في الاستكس مع بعض. وبعد ما الخضار شرب كويس من التتبيله هنجيب الاستكس دي ونقعناها في ميه سخنه عشان خاطر ما تتحرقش لما نحط فيها الشيش. هنقعناها حوالي ربع ساعه. بعد كده هنجيب صينيه وهنفرش فيها ورق الومنيا، وبعد كده هنحط فوق الورق الالومنيا ده عشان عارفين الورق الالومنيا يعني مش صحي، هنحطه فوقيه ورق زبده او عايزه تسيبيه كده براحتك خالص. يعني اول حاجه دخلناها في العصايه بتاعتنا دخلنا بصلايه، وبعد كده هندخل حته فراخ اهو. وبعد ما دخلنا الفراخ ودكتناها كويس هندخل بقى فلفل الوان اهو. بعد ما دخلنا الفلفل الالوان كده نبدا بعد كده ندخل قطعه بصل تاني اهو، قطعه بصل، بعد كده قطعه فراخ. وبعد ما دخلنا قطعه الفراخ هندخل بقى الفلفل تاني الالوان الاصفر والاحمر والاخضر تاني، وبعد كده هندخل قطعه بصل تاني، وبعد كده فراخ، وبعد كده فلفل الوان اهو كده دخلناهم تاني، وبعد كده بصله تاني وحته فراخ، وبعد كده الفلفل الالوان. وبعد ما حطينا الفلفل الالوان حطينا بصله، وبعد كده في الاخر خالص حطينا طماطمايه، ونبدا نرصه في الايه في الصينيه اللي حطينا فيها ورق الومنيا وبعد كده ورق زبده. نعمل بقى واحد تاني مع بعض. بالشكل ده كده نفضل لحد ما نخلص الكميه، وبعد كده نحطها في الفرن. اهم حاجه الفرن يكون سخن قوي، نحطها في الفرن لمده نص ساعه
على درجة 200. بعد كده نتقابل بعد ما تستوي. بعد ما الشيش بتاعنا استوى وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنعمل ايه؟ هنجيب اي حاجة نحط فيها حتة فحم، يعني جبت القالب الصغير دوت وحطيت فيه فحم، وبعد كده اهو هروح حاطه حبة زيت صغنانين ومغطية بسرعة الايه الصينية بتاعتي. لو عندنا طبعا ورق فويل نغطي كل الصينية بتاعتنا، او بغطا حلة بأي حاجة يعني عندنا. بعد ما غطيت كده الفحم يلقط منه ريحة، ممكن بقى نقدمه يا سلام مع رز بسمتي مبهر. بجد ما اقولكمش ريحة الرز مع الشيش جامدة جدا. نقدمه كده. يبقى كده الطبق بقى جاهز معانا بالشكل ده. طبعا مش قادرة اقولكم ريحة جامدة جدا والمنظر تحفة، وقد ايه طبعا الفراخ مستوية كويس. طبعا ريحة الفحم طبعا مخلية ريحة الفراخ فظيعة. اهم حاجة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموني في القناة عشان خاطر يوصلوكم كل جديد، وتفعلوا الجرس يا جماعة. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. ان شاء الله في حلقة جاية ان شاء الله نعمل الرز المبهر البسمتي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص.